نسجل الحين جنبين كل شيء يسجل الحين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم سعد مستر فيفا زي ابو المشاميش معنا. ويلكم ابو المشاميش، اهلا وسهلا حبيبي. لعبه كدناب، لعبه يقول المشاميش انها مرعبه. انا ما ترعب لي الامور هاي، ترعب كنت انت؟ لا انا بس بشوف مدى قدرتك على تحمل اللعبه هذه، لان من يوم ما اعرف كنت جبان يعني ما تواجه اشياء زي كذا. حدك فيفا يعني؟ اها ايه انا جبان. حدك فيفا و هابستون والعاب بطاقات وجوال بس. ما شاء الله عليك، صاير ظريف حقيقة يا ابو المشاميش. لا لا عهدناك كذا جبان، ما 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 تواجه العاب الرعب انت. ترى قاعد اتكلم سعد، وحتى سعد اللي طفى البث في 5 ثواني قمط من اللعبة. يعني تاريخك اسود وماضيك اسود في العاب الرعب. انا احب ارداك دائما في الميدان. يقولك مو بلاير شفت يعني جمب، هذه اشياء بديهيه لاي واحد بخبرتي. صحيح يا اخي، ليش تنقهر؟ انا ماني مقهور. ليش تنقهر؟ انا اشفق عليك. انا ما ادري ليش الواقع يقهرك يعني. انا اشفق عليك، انا اشفق عليك يعني. ما ادري ايش راح تسوي بعد 5 دقائق 3 دقائق، ما ادري. هذا حدك بكون العب. اوكي بتلعب، بس تلعب وانت وش وضعك؟ وش وضعك يا حبيبي؟ ايش قصدك وش اسوي؟ finding the strength to raise his feet he noticed scattering of blood. شايف الارضيه انت؟ he found he needed to escape. escape صار هذا اول مفك. الله اكبر، حرامي بالفطره يا حبيبي. وتفتخر يعني. قارة مسير هنا. ايش فيه كمش انت يا جبان؟ انا جبان، انا جبان ومولود جبان، عائلتنا كلها جبانين. وش عندك؟ مش طيب الحلال. انا شايف التريلر حق هذه، واحد يطل مدري من وين. مال امي صلاح الحلال، امش انت طاولة. تنفض كذا في المكتب ناكل كذا على طاولة. نجيب طاولة وناكل كذا، مو على الارض ولا. Finally free of the basement, Sebastian found himself inside a kitchen. Sebastian Shinde. He began to look for an exit. هذا دليل كبير انك جبان. انا جبان يا اخي، قلت لك انا خواف، وش مشكلة؟ امشي ابن الحلال يرحم امه، خلنا ندخل شوي في اللعبة. ايش تسوي بالميكروفون يا سؤال؟ باللعبة بقلت شديد. يقول لك كيف تستخدم خلاطة ولا وش السالفة؟ كتالوج. انا شلون واخذ ذي؟ هلا والله، ابشر. انسى اني افكه، انسى اني افكه. تخلص بطارية رجلي نامت. ها يقول ان شاء الله تخلص البطارية. ما بطارية ان شاء الله، بس كذا تخلص. وين البطاريه؟ ماله ما اشوف. خلاص مو بكل لعبه تلعبها لازم تكون معقده زي لعبه تلعبها عندي السرفايفر. البطاريه وكل شيء بينتهي، لازم تموت، لازم تسوي كل شيء. ابن البيت شاهي ومش مين. الله يسلمك. ايه وش البيت اللي يطل على سواد؟ وش البيت اللي يطل على منور؟ تعرف المنور؟ ايه شلون ما اعرف المنور. كفو ومش مين. يلا جو، نحن فكك من الكاسات والخلاطات كذا كذا. انت في المكتب كل شيء كذا حوسه، كاس طايح في المجلة و... اشياء. هذه رسمة مشاريع الثلاجة. طيب يلا امشي. ايش كلكت؟ ايش ما قرينا؟ ما قريت انا. خذ ذي سكاكين شيء. إجز ميلك المقاضي ذي. آيس كريم تشيكن بورك. تحذير يا صاحبي، تعشوا بورك؟ ها؟ لا. حلو، إذا رحت يوم سافرت ولا شيء وقالوا لك تبي بورك لا تقول يس. لحم خنزير. خنزير. طيب أمشي. أف يا حبيبي أف. تمشي. أف ودق الآلي يا أبو سام. ايه يا شيخ امش. بسم الله ادخل.
جوال الحمام شو يقول؟ الله من عندك من خبز خاله. يلا بس قوم. استلوصخ يا شيخ. أكيد بتحصل شيء هنا. وش اللي يوز يطلع فوق؟ وصل يا شيخ. فوق فوق. إيش خش الباب ذا؟ ليساري. إيه. افتح من بعيد طيب اصبر. أمشي من حلال ما حد جايك. بدري تو. الله جميلة. بيانو. إيه. يا هلا والله. ادخل ادخل. اسفين ازعجناك طال عمرك. ادخل ابن الحلال. لا تفكر نور ابوي مش داور. يا ابن الحلال ادخل يا ابن الحلال. لين متى لين متى؟ مو بلين متى يا اخي. انا واجه. ما احب الخشات. انا احب اواجه ما عندي مشكله. اواجه واجه الخوف. اواجهك. تعال العفيفه اواجهك. خل يا اخي في فرق في المواجهه. ادخل قاتل. الله اسمع اسمع الروقان. اسمع واضح ان جني دوك. بالله تدخل. بدخل بدخل اكيد اني بدخل. طيب ليش خايف انت تدخل؟ شو المشكله؟ تاكد ان في احد بيخرجك. اوكي ادخل وانت متاكد الحين. وهذا نظامك انت؟ ايه ادخل خلاص غمض درع. ايه يا سلام عليك. الله شكل ذا قلم. لا تستدعي الحين وتدري لو جايك واحد. لا ايش؟ تستدعي وش مصطلحات؟ انت شكلك يا راعي صحيح مش هميش راعي وش؟ منور من هنا. طيب وين العيال؟ ايه فتش هنا في ذا. الله هذا القلم. هذا واحد. ايه شيك ضايق صدرك. ايش التنهيدة ذي؟ يقول لك mother يمه I will have revenge from them taking me away from you I promise. اوف نيد ستارك اي بروميس. ايش اللي يعبر؟ فهمت انت مقصود مكتوب؟ قل ايش مكتوب؟ انه بيسوي انتقام او بينتقم من الناس اللي ابعدوه عنها ويوعدها. يا سلام يا سلام. اهنيك ابو مشمش. الله يسلم. مكان واحد. بسم الله. لا تلف يسار النصيحه. ليش؟ لاعب اللعبه انت تقول لا والله. بس احس في شيء بيجيك. شوف ذا الحلال. راح راح ركب القلم بس. وش ذاك واحد مزمزارية؟ لا مزارية مزارية للدرجة موسوس. ايش بتقلبني نور ولا ايه يا عم؟ بالله انك سمعت الصوت؟ ايه. وش؟ رجفة كذا. ان الدم حط بولت حط عارف ان في شيء قدام. طيب ارجع ركب القلم يا ابن الحلال. خلنا نجمع الأقلام. أنت مجمع مجمع. شو هذاك سلك لان؟ في قلم ثاني بسط. قلم عادي ذا. يا حبيبي ترى القلب بعدك سرى. شفته؟ مش فيك خرجت يا حبيب. شفته بس أنا خلينك شفته. امشي. امشي السهلاوي وين امشي؟ امشي روح قدام. ننهي الحين؟ لا. الحين هو بيجي من وراك. سيفينج سيفينج العمبليس. ارجع بالحلال. طيب وراك مدنق ومريوس كذا. ما في احد في صندوقي. تليفون 911 911. يا شيخ طفي النور الحين. أنا مو الرعب اللي بتعيش عليه. خدي روقان روقان يا ابو مشمش. طيب اطلع اطلع من هنا. جيبون بقرة. شو اسمه ذاك؟ عرفته؟ لا بشكري. خليك سريع خليك خليك. أنا سريع يا أخي. ها شوف. ولع. أخيرا. ولع. ولع. انبسطت الحين؟ اي والله انبسطت. عاد كل شيء بالولاعة ذا. الله ما زال مشغول الاخ جوا. وش ذا؟ ما كان فيه تو الدرج. وش السالفة؟ You will never know. وش الحجر؟
ايوه هذا عادي يسيرك على كيفه. ها عادي يسيرك على كيفه. ذا اسمنت كان فاتح ترى. صدقني تسمع صوت انت. شيك الله لوم اللي لومك يا حبيبي. بسم الله قسم بالله اني جاي من هنا انا ده بنسبة 80%. لا لا صح صح ولا صح. حتى متأكد لا تتحرف. شيك بسم الله عليك. الله يدري الخلش صفقت رجلي في الصفق. يا الله يا امشي. والله لازم كان والله نخلي الجزء الاول الجزء الثاني بعدين تكفى امشي هذه بعدين الجزء الثاني. الا والله يعطيكم على الجزء الاول يا شباب. لا 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 اسمعني اسمعني اسمعني. طيب الجزء الاول والله لازم كان يا زاد. والله لازم كان ليه اشكال تو صدقني خرافيه. الجزء الاول من لعبه شو اسم اللعبه ما ادري كدنابت. يعطيكم العافيه يا شباب. بشكرين نراكم على خير ان شاء الله.